يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله. محاضرتنا لهذا اليوم هي دوائر التوالي والتوازي، سيريز سيركت اند بارالل سيركت. النوع الأول اللي هو دوائر التوالي، اللي هي سيريز سيركت. هنا لو فرضنا أنه أكو if two elements are in series only، اللي هم الآن element اللي هو الR1 والR2، هذه الR1 والR2 مربوطات توالي، وإحنا نقصد بربط التوالي أنه ما راح يصير تقسيم لأي تيار أو توزيع له، فنهاية الأولى مرتبطة ببداية الثانية، هذه نهاية الR1 مرتبطة ببداية الR2، ما صار عندنا توزيع للتيار بيناتهم، فصارين على خط واحد. حسب قانون كيرشوف، لو كتبنا معادلة كيرشوف للفولتيات حسب قانون كيرشوف فنكتبها لهذه الدائرة، أكيد هي E-V1-V2 equal to zero. بعدين هنا الآن الـ E تساوي إن هي I1 R1 زائدا R2، باعتبار أن الـ V1 هي I1 R1 والـ V2 هي I2 R2. هنا نطلع التيار عامل مشترك، وبالتالي نصل إلى نتيجة بهذا الشكل، الـ E تساوي إن R1 زائدا مضروبة I مضروب في R1 زائد R2، بمقارنتها بالمعادلة الرئيسية اللي هنا الـ E هي الفولتية الكلية، والتيار باعتبار التيار متوزع هو نفس التيار الكلي، فإذا الـ R total من هالكلام مقارنة به هي مجموع. نصل إلى نتيجة أنه بربط التوالي المقاومة الكلية تساوي مجموع حاصل مجموع المقاومات. ولذلك لو فرضنا انه عندنا n من المقاومات اللي هي R1 زائد R2 زائد R3 زائد Rn، فالR total هي حاصل مجموعهن، مجموع الجبري algebraic sum of resistance. وبالتالي نصل الى نتيجة انه المقاومة المكافئة او المقاومة الكلية المنظورة من جهة المصدر اللي هو بين A و B، الآن R total اللي منظورة من هذا المكان، هي تساوي حاصل مجموع المقاومات، وبالتالي تكون أكبر من أكبر مقاومة، أكبر من أكبر مقاومة موجودة في الدائرة. الآن لو أخذنا هذا السؤال أو هذا الإكزامبل، for the circuit shown calculate، احسب أن الإكوفلنت ريزيستنس المقاومة المكافئة، واحسب أن التيار الكلي total current و the voltage in each resistance. فبما أنه نباوع لربط النبض التوالي، فالR equivalent أو الR total هي حاصل جمعهن R1 زائد R2 زائد R3، وبالنتيجة 2 زائد 1 زائد 5 يساوي لنا 8 أوم. التوتال كرنت أو التيار الكلي هو حاصل قسمة الفولتية الكلية على المقاومة الكلية، في 8 20 على 8 ويساوي لنا 2.5 أمبير. الآن حساب الفولتية مال كل مقاومة أكيد هي حاصل ضرب تيارها في قيمتها، فتطلع ال V1 5 فولت، V2 نص فولت، و ال V3 12 ونص فولت. هنا لاحظ انه المقاومة الاكبر اخذت هبوط جهد اعلى، فرق جهد بين طرفيها اعلى، فهنا الفولتية اذا تساوي التيار فالمقاومة الاكبر راح يكون هبوط الجهد عليها اكثر، هبوط الجهد عليها اكثر. الآن لو طبقنا كيرشوف للفولتيات، الـ E هي V1 زائد V2 زائد V3، راح نلقاها يرجع لنا نفس المقدار اللي مثل ما تعلمنا قانون كيرشوف. أما في أي دائرة لوب مغلق أو باث، فمجموع الفولتيات يساوي صفر، أو أنه المصادر تساوي مقدار هبوط الجهد على باقي الإلمنت، وهذا معناها أنه الحل الصحيح. الآن لو كان عندي عدة مصادر، مربوطين على التوالي، عدة مصادر فولتية مربوطة على التوالي، فهنا الجمع جبري يكون إلهن. الآن مثلا E1 اتجاهها نحو الأعلى في الاتجاه، E2 الاتجاه الـ E3، يعني هذا الرسم لو غيرنا شوية بالرسم، هذا الE3 هو انه هذا هو الطرف
البوزيتيف، هذا هو الطرف البوزيتيف، هذا هو الطرف البوزيتيف، وبالتالي راح يكون اتجاهه يعني هذا من قلنا من الطرف السالب إلى الطرف الموجب، فهذه هي. فالاي 1 هو والاي 2 بنفس الاتجاه، الاي 1 بنفس الاتجاه والاي 3 بعكسهم، فحتى نطلع المجموع الجبري مالتهم فالاي 1 زائد الاي 2 ماينص اي 3، والنتيجة تكون 6 فولت، واتجاهها يكون باتجاه الفولتية الأكبر. هذا إذا عندي مصادر فولتية مربوطات سيريز بهذا الشكل، فإنه يكون مجموع جبري إلها، والتوتال أو الريزلت راح يكون باتجاه الأكبر. هذه هي المصادر. الآن شفتوا أنه قبل شوية من أردنا نطلع فولتية كل مقاومة، كنا نضرب نطلع التيار مالتها ونطلع التيار مالتها ونضربها في قيمتها ونطلع الفولتية. الآن أنا عندي قانون آخر ممكن أن أطبقه، اللي هو الفولتج ديفايدر رول. هذا الفولتج ديفايدر رول شي يقول أنه الآن لو جيت حتى اشتغل قانون ماله، فالR total هي أكيد الR1 حسب قبل شوية توصلناها، هي R1 زائدا R2، والتيار الكلي هو أكيد الفولتية الكلية على الR total. إذن لو قلنا V1 هو أيضا نفس القانون، التيار في الR1 لو عوضت قيمة التيار E على R total أصل إلى نتيجة. هذا القانون لو لحظة ندرسه بعناية، الآن أني ممكن أن أطلع، ممكن أن أطلع قيمة الفولتية V1 لهذه المقاومة، هذه الفولتية V1 ممكن أن أحسب قيمتها بدون ما أحسب التيار، بس شنو على شرط أنه أنا عندي الـ E total معلومة، الـ E مالت الدائرة مربوطة توالي، مربوطة توالي، أرجع أقول مربوطة توالي الدائرة، الـ E معلومة، فراح أضربها بالمقاومة اللي أريد أحسب الفولتية عليها، فرق الجهد عليها أريد أحسبه، على مجموع المقاومات الأخرى بالدائرة، على مجموع المقاومات بالدائرة كلها اللي R1 زائدا R2. وبنفس الطريقة لو ردت أحسب، لو ردت أحسب ال V2 بنفس الطريقة، لو ردت أحسب ال V2 فأني راح أضرب المصدر قيمة الفولتية مالت المصدر في المقاومة اللي أريد أحسب الفولتية عليها اللي هي R2، R2 على مجموع المقاومة، على مجموع المقاومة. هذا يسمى بالفولتج ديفايدر او مجزء مقسم الفولتية. يعني بعد انا ماكو داعي احسب التيار، اذا عندي قيمة المصدر اضربها في قيمة المقاومة اللي اريد احسب الفولتية عليها على مجموع المقاومات اللي امامي. هذا هو الفولتج ديفايدر، وهذا يعمم لاي عدد من المقاومات. يعني انا الان عندي دائرة مكونة من 3 مقاومات، من 4 مقاومات، من 5 مقاومات مربوطة توالي، فخلاص هنا راح يكون مثلا الآن مثلا لو كانت الدائرة مكونة من 3 مقاومات، مثلا for example هذه هاي المقاومة، وهذه مثلا الآن لو هذه 3 مقاومات مثلا، وهذه هي ال R1 وهذه هي ال R2 وهذه هي الـ R3 مثلا، وأريد أحسب الفولتية على مربوطات إلى مصدر فولتية بهذا الشكل. وأريد أحسب هذه مصدر الفولتية، وأريد من هذا الكلام أريد أحسب مثلاً الـ V3 اللي هي الفولتية على المقاومة الثالثة. فيكفي أنه أنا المصدر عندي E، هذا E أضربه بالمقاومة اللي أريد أحسب التيار عليها اللي هي R3 على مجموع. بكل الأحوال المقام هو حاصل مجموع جميع المقاومات، حاصل مجموع جميع المقاومات.
الآن شفتوا أنه بغض النظر عن عدد المقاومات 3 4 5، فيكفي أنه تضرب مصدر الفولتية في المقاومة اللي أريد أحسب الفولتية عليها على مجموع تلك المقاومات 5 6 7 إلى آخره. هذا هو يسمونه مجزئ الفولتية أو مقسم الفولتية، الفولتج ديفايدر رول. أوكي. هذا يفيدنا كثيرا في إيجاد قيمها. الآن مثال أمامنا، لو عندنا دائرة بهذا الشكل مكونة من 3 مقاومات، أيضا هذا مثال توضيحي آخر، لو طلب من عندنا الـ V1 اللي هي الفولتية على المقاومة R1 والـ V3 المقاومة على الـ R3 والـ VA اللي هي البوينت، الـ VA هي فولتية على المقاومتين R1 زائد R2. فالآن لو تلاحظون وياي أنه الـ V1 لو الـ V1 هو الـ E الكلية في الـ R1 على مجموعهن وحسبناها مباشرة، الـ V3 الفولتية الكلية في الـ R3 على مجموعهن وطلعت لنا. وممكن أن أحسب الـ V2، ممكن أحسب باستخدام قانون كيرشوف الفولتية الكلية، أطرح من عندها الـ V1 والـ V3 فتطلع عندي الـ V2. الـ VA الـ VA هي حاء الفولتية على المجموعة على الـ V1 والـ V2، وبالتالي فجمعتهم 6 زائد 15 يطلع عندي 21 فولت. هذه هي مجموع الفولتيات الـ V1 زائد الـ V2. عندنا فد لإيجاد قيمة فولتية أي عنصر نسبة إلى الأرضي، فراح نفرض أنه الأرضي أو جهد الأرض اللي هو يساوي لنا صفر. فلأغراض الأمان ولأغراض أنه جعل رفرنس أو مرجع لكل الفولتيات اللي موجودة بالدائرة، فراح نفرض أنه في نقطة معينة، نفرض أنه هذا الأرض والأرضي هو الجراوند، ونمطي فولتية مساوية للصفر ونرمز له بهذا الرمز. هذا الرمز وين من نلقاه معناه هذا فولتيته أصبحت معرفة بالنسبة لنا، فولتيته تساوي 0 فولت. وين ما نلقاه بالدائرة نعتبر أنها فولتية تلك النقطة تساوي لنا 0. لذلك هنا الآن في هذه الدائرة مثلا، في هذه الدائرة وممكن أنا أعيد رسمها مثلا، هذه الدائرة R1 و R2 وفارضنا أنه الجراوند أو الأرضي في هذا المكان، مكان ممكن أنا أعيد رسمها بحيث المصدر أو أجزئ المصدر أنطي الأرض منها، وممكن أعيد ربطها باعتبار هذه نفس النقطة، باعتبار نفسها هذه النقطة اللي أبدأ أقول عليه أنه وين ما تلقى علامة أرضي معناها هذه النقطة أصبحت فولتيتها معلومة وتساوي لنا 0 فولت. الآن مثال آخر على هذا، دائرة مكونة من مقاومتين R1 و R2، والR1 قيمتها 6 أوم والR2 قيمتها 12 أوم، والمصدر هو 24 فولت. فالدائرة اللي أمامي ويطلب من عندنا V1 V2، احنا تعودنا أو قبل شوية قلنا بإمكاننا نعيد رسم هذه الدائرة، بإمكاننا نعيد رسم هذه الدائرة بهذا الشكل. يعني أنا هذا المصدر هو هذه الدائرة، ممكن أعيد رسمها بالشكل التالي. وجد رسم ما طلع مضبوط. هذه هي المقاومتين وهذا هو مصدر الفولتية في أمامي، ممكن أن أعيد رسمها بهذا الشكل وأربطهم اثنينهم إلى الجراوند اللي راح يكون رمزه بهذا الشكل. فهذه الدائرة عدة رسمها، هذه هي الـ V1 هي فولتية على المقاومة R1، وهذه هي الـ V2 وهذه هي الـ E. إذن الآن أصبح بإمكاني أن أحسب الـ V1 والـ V2 مباشرة باستخدام الـ Voltage Divider. عندي الـ R1 وعندي الـ R2، عندي المصدر 24 فولت. لا أنسى أنه هنا طريقة التمثيل، إذا أعطاني الـ E 24 فولت معناها 24 فولت نسبة إلى الأرضي، 24 فولت نسبة إلى الـ Ground مالتي 24 فولت. فمن طاني الإشارة مالته موجبة، إذن راح أربط
أو الفرق بين هاي النقطة، يعني الفرق بين هاي النقطة وهاي النقطة يساوي لي 24 فولت. ليش؟ لأنه هذه الفي مالتها تساوي صفر، هذه هي صفر فولت، هذه هي صفر فولت. فالآن لو ردت أشوف فرق الجهد بين هذه النقطة وهذه النقطة، أكيد راح أطرح هاي النقطة فولتية هذه النقطة ماينس هذه، فمثلا هنا هذه 24 ناقص صفر، إذا النتيجة 24. إذا هذه النقطة هي قيمتها 24 with respect to ground اللي هو فولتيته يساوي صفر. هذه هي الدائرة اللي أمامنا بهذا الشكل. الآن مثال آخر على هذه، الآن ممكن أن أعيد رسم هذه الدائرة بطريقة أخرى. إنه الآن لو عدت رسم هذه الدائرة، هذه عندي مقاومتين اللي هي 25 صايرات بين مصدرين. المصدر الأول هو 35 فولت. إذن لو ربطت هذا إلى الجراوند، لو ربطت هذا والمصدر الآخر اللي هو سالب 19، فهنا هذه هي الخمسة وثلاثين فولت، وهذه هي 19. لاحظ لك 19 فولت، أنا يعني هاي النقطة هذه 19 فولت، معناها هذه النقطة سالبة. شوف لاحظ القطب السالب، هذا القطب السالب سالبه with respect to ground اللي هو هنا، هذا هو الرفرنس مالتنا، هذا المرجع مالتنا. لذلك شلون طريقه الرسم مالتي؟ سويت القطب السالب، هذه النقطه اللي هي سالب 19 نسبه الى الجراوند اللي هو، وهذه النقطه موجبه بالنسبه للجراوند، هذه عندنا 25 اوم. وهذه هي 20 اوم. هذه الدائرة ممكن اعيد رسمها بهذه الطريقة، مقاومتين على التوالي، وهذه مصادر الفولتية 35 وهذه 19. فهذه 19 اما اكتبها 19 فولت والطرف السالب هذا نسبة الى الجراوند يساوي، او ممكن اعيد اكتبها بهذا الشكل، انه هذه النقطة راح ممكن أعيد رسم 19 بهذا الشكل، ولكن هسه لازم أكتبها سالب 19 فولت، سالب 19 فولت بهذا الشكل. فأني مخير إنه أما أكتبها الطرف السالب هو هذه النقطة سالبة بالنسبة للجراوند أكتب 19 فولت، أو إنه أعيد كتابتها أكتب الطرف الموجب ولكن قيمته 19 سالب 19 نسبة إلى الجراوند. فهذا أما يمثل بهذه الطريقة أو يمثل بهذه الطريقة. وراها الآن بإمكانك تحسب التيار المار، مثلا هذا التيار هو أكيد هو فرق الجهد بين هذه النقطة، فمثلا فرق الجهد هو الآن ممكن أقول أنه التيار اللي مار، تيار المار هو حاصل فرق الجهد بين 35 ماينس 19، هذه ماينس 19. فهنا هذه هي القيمة مالتي ماينس 19، لأن هنا بما أنه فرق جهد هو فرق بين نقطتين، هذه النقطة وهذه النقطة، فبالنتيجة راح تكون سالب 19. هذه هي سالب 19
على مجموع المقاومات اللي هي 25 زائد 20، هذا هو مقدار تيار الإمام، هذا هو تيار إذن هذا هو التيار يساوي إن 35 ناقص ناقص 19 فرق الجهد بيناتهم، لأن هذا أو هنا يعني هذا مصدر الفولتية، مصدر الفولتية الاتجاه، وهذا بنفس الاتجاه، فإذا هنا راح يكون جمع للمصادر مثل ما قبل شوية شفناها، مثل ما أنه المصادر تكون أنه عملية أنه بنفس الاتجاه، فممكن أن نجمعهم 35 زائد 19 هنا على مجموع المقاومات، أو 35 ناقص ناقص 19 على هذا الشكل، فعلى مجموع المقاومات اللي موجودة ويطلع عندنا مقدار التيار. ونحسب القيم الباقية. البارلل سيركت هنا كأنما دائرة مربوطة توازي، نقصد بربط التوازي أنه العناصر كلها مربوطة بين البدايات، مربوطات كلها مع بعض، هذه البدايات كلها مربوطة مع بعض، والنهايات مع نفس المربوطات كلها مع بعض، فيجب إذا تأمن هذا الشرط أنه البدايات كلها مع بعض والنهايات كلها مع بعض، فإذا يطلق على هذا الربط هو بارلل سيركت، هذه هي نقال عن انه مربوطات ربط توازي، بارلل سيركت هذه هي ربط التوازي، انه البدايات تكون كلها مشابهه مرتبطه عفوا والنهايات كلها مرتبطه. الان لو تلاحظ انه التيار هنا هو اللي يتوزع، التيار الاي 1 اي 2 اي 3، فبالتالي التيار هو يساوي لنا اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3، هنا التيار يتوزع على عكس ربط التوازي اللي كان الفولتيه هي اللي تتوزع والتيار هو نفسه، الآن لا بالعكس إنه التيار هو اللي راح يتوزع بربط التوازي والفولتية هي اللي راح تكون نفس القيمة لكل المقاومات. فالآن لو عوضنا I1 هو V1 على R1 وI2 وV2 على R2 والI3 وV3 على R3، وبما أنه الفولتية بربط التوازي مشابهة إذن الI يساوي V على R total، لو طلعنا V عامل مشترك راح نصل إلى قانون ربط التوازي اللي هو انه المقاومة المشتركة او المقاومة الكلية، المقاومة هي عبارة عن حاصل جمع مقلوب المقاومات، واحد على R1 زائد واحد على R2 زائد واحد على R3، وبالتالي for N resistor فراح تكون R total، لذلك المقاومة الكلية هي راح تصير مقلوب الناتج النهائي اللي راح نطلعه من واحد على R total. ومن لو استخدمنا قانون التوصيلية الكوندكتنس فأكيد راح يكون نحسب الكوندكتنس مال كل وحدة ونجمعهم جمع جبري اعتيادي، فبربط التوازي يميلون إلى استخدام الموصلية بدلا من الآر حتى لا يحسبها بطريقة مقلوب العدد. الآن هذا المثال مثلا ثلاث مقاومات مربوطات توازي، مربوطات من الأعلى نفس النقطة ومن أسفل، إذن هذه المقاومات الاثنين ربط التوازي الخمسة توازي الأربعة، فنحسبهن نفس القانون السابق. الآن هذه أيضا مقاومتين مربوطات توازي الR1 والR2 ومصدر الفولتية، مطينا قيم المقاومات ورايد يحسب المقاومة المكافئة، مقاومة المكافئة هي الR1 توازي الR2، نطلع قيمتها، نحسب التيار، التيار هنا فولتية الكلية عندي وعند المقاومة الكلية، إذا ممكن نحسب التيار الكلي. بعد ذلك هنا عندي الفولتية وعندي مقاومة كل واحدة من عندهن، فممكن نحسب الآي 1 وممكن نحسب الآي 2، ولو طلب من عندنا الباور، الباور احنا عندنا أكثر من قانون إليه، اللي هو ممكن يكون مربع التيار في قيمة المقاومة أو مربع الفولتية على قيمة المقاومة أو حاصل ضرب الفولتية في التيار، ثلاث قوانين للباور يعني هنا هذا. وبالنسبة للمصدر فالقدرة المجهزة هي حاصل ضرب الفولتية في تيار، الفولتية في تيار يعني
يعني بالنسبة للمصدر هو فولتيتا في تيارة، أما بالنسبة للمقاومات فراح تكون عندنا القوانين اللي ذكرتها. كما صار عندنا قبل شوية الفولتج ديفايدر بربط التوازي، ممكن يصير عندنا الكرنت ديفايدر لأي مقاومتين مربوطات على التوازي. ممكن أن أحسب مقدار التيار المار في كل وحدة بدون الحاجة إلى الفولتية، مثل ما بالفولتج ديفايدر كنت أحسب مقدار الفولتية بدون الحاجة إلى التيار، هسه بإمكاني أن أحسب قيمة التيار بدون الحاجة إلى حساب الفولتيات بالنسبة للمقاومة. فالقانون هنا نفس هذه ولكن باختلاف بسيط. لما أريد أحسب تيار الآي وان، فكل اللي راح يصير عندي أنه أنا راح أستخدم راح أضرب التيار الكلي في المقاومة اللي ما أريد أحسب التيار بها اللي هي الآر 2. الآن هشوف لك لحظة، أنا أريد أحسب الآي وان، يعني تيار من يعني تيار المقاومة آر وان، تيار المقاومة آر وان، ولكن أنا وين ضربتها؟ ضربتها التيار كله وين ضربتها؟ بالآر 2 اللي ما أريد أحسب التيار بها على مجموع المقاومات. إذا هنا اختلاف عن الفولتج ديفايدر، كنا نضرب مصدر الفولتية في المقاومة اللي أريد أحسب الفولتية عليها على مجموع المقاومات. هنا لا، التيار الكلي هذا راح أضربه بالمقاومة اللي ما أريد أحسب التيار بها على مجموع المقاومتين الموجودات، فيطلع عندي تيار. فإذا راح أحسب الآي 1 راح أضربه في الآر 2 على مجموع المقاومة، وبالتالي لو أريد أحسب الآي 2 راح أضرب التيار الكلي بالآر 1 لأن ما أريد أحسب التيار بها على مجموع المقاومتين. هذا هو الاختلاف في القانون الكرنت ديفايدر عن الفولتج ديفايدر. وبالتالي من اللي تلاحظ وياي انه هذا الاي 2 هو الاي مضروب بالار 1 على مجموع المقاومة. الان لو عندنا هذه دائرة ثلاث مقاومات مربوطات توازي ورايد احسب الاي 1 والاي 3 اللي هو تيار المقاومة ار 1 وتيار المقاومة ار 3، ومطيني قيم المقاومات 6 و 24 و 8. هذه المقاومات منطيني اياهن ويريد يحسب ونطيني المعلومات، منطيني مقدار التيار الكلي. هذا ممتاز، يعني منطيني مقدار التيار الكلي، فهذا راح أطبق عليه القانون أنه أني هذا هو التيار الكلي. فهناك عندها طرق للحل. مثلا الآن لو أردت أحسب الآي 1 اللي هو تيار مقاومة شنو R1، فالR2 والR3 أربطهم توازي بحيث الدائرة المكافئة راح تكون هي عبارة عن دائرتين مربوطات توازي مع يعني راح يصير المقاومة واحدة والكل مربوط مع الآر 1. هذا معناها عندي صار المقاومتين مربوطات على التوازي مع الآر 1، فأطبق القانون اللي هو يعني أحول هاي دائرتي من ثلاث مقاومات أحولها إلى مقاومتين وأحسب التيار مال